السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم مفركة بس طريقة جديدة إن شاء الله بتعجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير. خلينا نبلش بالمقادير. بنعمل اليوم مفركة بحبتين بطاطا وثلاث حبات فلفل ألوان وبصلة وفلفل حار. فلفل الحار حسب الرغبة. خلينا نبلش إن شاء الله. حطينا المقلة على النار وحطيت زيت زيتون تقريبا 6 7 معالق وحطيت عليهم البطاطا قشرتها وغسلتها وقطعتها مكعبات. بدي استنى عليها شوي لتستوي بعدين نكمل ان شاء الله. بعد ما استوت معانا شوي البطاطا مش استوى بدي احط عليها البصل. اقلبهم مع بعض واغطيهم واخليهم شوي برضه يستوي مع بعض بعدين نكمل ان شاء الله. كل شوي بكشف عن البطاطا والبصل وبشوفهم استووا ولا لا. بدي استناهم ليستويوا البطاطا تستوي مظبوط والبصل بعدين ان شاء الله بنكمل مع بعض. هيك زي ما انتم شايفين استوت البطاطا والبصل. بدي احط الفلفل الحار والفلفل الالوان كله بقطع مكعبات صغيرة وبنسفحهم مع بعض. حطيت نص قرن من الفلفل الأصفر ونص من الأحمر ونص من الأخضر ما حطيتهم كلهم. حسيت إنه البطاطا شوي يعني كتير عليها إن نحط الفلفل كله فحطيت نص بنص وهذا برجع إليك طبعا. بدي أقلبهم مع بعض وبعدين أغطيهم وأستناهم كمان شوي عبد ما يستوي بغطيهم وبتركهم. بعد ما شوية تدبلوا حطيت شوية ملح وفلفل أسود وكركم. طبعا البهارات حسب رغبتك انتي بدك اياها كثيره او قليله هذا برجع لك. بعد ما استوت بدي احط عليها بيض ممكن تحطي عليها جبنه موزاريلا هذا برجع لك. بعد ما استوى معنا البيض زي ما انتم شايفين ممكن انك تحركيهم مع بعض وممكن انك تخلي البيض على الوجه وزي ما حكيت لك ممكن تحطي عليها جبنه موزاريلا هذا برجع لك. وهيك ان شاء الله بتكون وصفتي. هذا اليوم انتهت ان شاء الله بتكون عجبتكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير. تعليقاتكم بتعجبني والله يعطيكم الف عافيه.